الو، عسلامة سيدي خويا، مرحبا بك. اسم خويا وبيك عاش سي المستعار علي سيدي. رضا. مرحبا بك يا رضا، قداش عمرك خويا؟ تخي بيانتو 38 ان شاء الله. اتري بيانتو 38 ans. اش تعمل في الدنيا لو تسمح؟ كان تحبه اطار سامي في وزارة سيادية. في اطار سامي في وزارة سيادية. مرحبا بك سيدي، وبيك قل برضه. لي اسم سهرك معنا الليلة، وشنو هو اللي حكي حاسك مش متقلقة؟ ما صوتك فيه نبرة هكا متاع ما نعرفش نتاع شوية تعب، نتاع برشا تعب، مش شوية برشا تعب خدمة. برشا. ايه ايه اسمع، اذا كان اطار سامي في وزارة من الوزارات، معناتها خدمة فوق ال 14 على 24، جيماجينك ولا اكثر؟ تنجم تكون أكثر، تنجم اكثر تكون أكثر. تنجم حكم توصل. مطول، قادمين علينا مع تأسيف وقادم علينا انتخابات وكل شيء. أكيد سيرتو معناتها الإطار مش كما عاون، معناتها الإطار ديما يكون لازم بيان يكون. سور يا سيدي، مرحبا بك، قل لي شو خويا. وبيك بون، مش تحكيك كامل. الأول أنا كبير في إخواتي، تربيت في عائلة عادية، ناس شهرة، ناس عاديين، عايشة معناتها موظفين عايشة كيف ما تقول. بون، كنت قراي في صغري، أنا الكبير في إخواتي. كانت همي كان لقاي معناتها العلاقات العابرة بتاع كنت تلميذ نجيب. تنجم تقول معناتها بون، مش نجيب نجيب، أما كانت كان بالحق ما كنتش نقرا برشا في الدار، كنت نركز برشا في الكلاس. معناتها اي كان اتربيتوا في عائلة ايكيليبغي، معناتها متوازنة العائلة، الحمد صفا لله توتالي. الحمد لله، ناس اي خاف ربي الحمد لله. معناتها بابا يرحمه عايشنا، الله يرحمه، نعم عايش عايشنا خير من العباد واقل من العباد، معناتها عمل اللي عليه واكثر، معناتها يرحم والدي ووالديه. كنت عايش قرايه قرايه قرايه، العلاقات العابره معناتها بتاع اي واحد في عمره، في الليسي ولا في الفاك، ما كنتش نلوج عليهم معناتها، نعرف طفله يعني ولا سامحني، يعني في فترة مراهقتك مثلا ما عرفتش، ما كانتش ما عندك عرفتش بعض العلاقات، علاقات جمله. حبرة وحتى تكون عادية معناتها؟ نعرف جملة، ما كنتش، كنت نخاف أكثر، كنت نخاف، مش خاف، نخاف من الرياكسيون وردة الفعل نتاع الشخص اللي باش يمشي نحكي معاه. شوف، هو كانت ورد تعجبني طفلة نحطها في قلبي، نسكت هاو ما نتكلمش معناتها، نغرز شوف لها قدامي ما نجيش تكلمت. هذايا راهو يصير على برشا ولاد، راهو بحكم أكيد ربما التنشئة الاجتماعية ولا التربية اللي موجودة في العائلة، تو ديبون شنية المخزنات اللي قعدت عند الشخص. مثلا قضية الحشمة هذه أكيد برشا ناس يعانيوا منها، ويعتبر أكيد أنه إقامة علاقة عاطفية ولا علاقة كذا حاجة تحشم وحاجة ما تجيش وصعيبة. ما أنت عادي راهو اللي بون، صعيبة ما كانش تحسن، ما كنتش نشوفها صعيبة برشا، سيرتو بالحق نحسها صعيبة برشا، كنت نحسبها برشا، ما تنسيش نحكي مع طفلة ونشوف نخاف من ردة الفعل نتاعها. عندك نوع من الخوف والرهبة في مواجهة الطرف المقابل نايس نفسية هكا ولا تنجم تقول، مش خوف من ردة الفعل، مش خوف منها هي. وانتي فاهم في سن المراهقة انه الحديث مع طرف آخر اللي هو فتاة حاجة ضرورية، وإلا مغامرة ومن بعد تولي حاجة ضرورية؟ معناتها بون، هي تقيمك مغامرة انتي. من الأول، مغامرة من الأول، تحس مغامرة، أنت بتعجبك طفلة ما عندك بها حتى كونتاكت، والدافع شو شنو هو؟ تحكي معاها. الدافع شنو هو؟ حسي وإلا أكيد حس، حسي؟ أكيد حسي، أكيد حسي، أكيد طفلة تعجب، حسيت معاها بحاجة، حتى كنت تتوقف معايا في الكلاس، أي عرفت؟ نبدأ بحذايا، نبدأ نغزلها، نحب نكلمها وما نجمش، أي هذا نحب يكون نحكي راهو صار معاها، نحب علينا. نقول. اسمعني اسمعني، صار علينا وقت اللي كنا مراهقين. توا الزمن تبدل شوية، توا العلاقات ولات سهلة، ولا أسلوب آخر، وسائل اي توا التواصل مش كيما عاد وكذا. قبل نفس شبيك لازم نفس تبعث، العمر، معناتها نفس الجيراسيون. إيه بيان سور تبعث جواب، لازم تقعد تستنى البوصلة يجي اكيد جمعتين وثلاثة باش يرجع لك. توا صحيح، بكليك صغيرة معناتها لازم تعبر على إحساسك، فهمت؟ توا كنت اي ولا ساهل فيسبوك، تلوج على الكونت، تلوج على النور وحكايات، تجي تحكي فوالا. معاها. قبل كنت حاجه صعيبه بحق اي اجابات، ولا تقلي ورده، ولا الحكايات هذيك بتاع وقتنا. اي الحاصل ما كنتش عندي علاقات برشا، حتى الباك بتاعي معناتها نجحت الباك بتاعي ودخلت الجامعة، قريت على روحي، قريت كلية الحقوق والعلوم السياسية، معناتها ما عملت حتى كونتاكت، ما عملت حتى غولاسيون، كان إلى همي حد كيما عمر، قراية إلى حد عمر لحد الفنسة.
27 سنة. ال 27 تبدو فما مشكلة صغير. ما كنتش نلوج عليها خاطر بحق إيه. ما هو كنت هنا يلزمنا في نحدد الليسي. اسمع، هنا يلزمنا نحدد الموضوع شوية، نخصصوه شوية. إلى عمر 27 سنة وأنت تقرأ في الجامعة وما كانتش عندك علاقة عاطفية، تبدو المسألة مثيرة للانتباه. معناتها فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ اي فاهم ديجا، فاهم شو تقصد. ايه كنت نحس فيه الشيء هذا، اما كنت ديما كالشجاعه نتاع عبد باش يصدم على حاجه كنت نفتقدها بالحق، ما كانتش عندي جمله. سامحني، كي تصدم على الامتحان وتحضر وتقرا وتنجح في الجامعه تصدم، ما عندكش مشكله. نظم هي اي الفرق، وانا قلت لك الامتحان تتوقع منه، ما عادتش حاسب خدمتك شنو هو الريزلتات تاخذها. الفرق بين انت ما تتوقعش رده الفعل نتاع الطرف المقابل، كيما ينجم يقول لك اي، كيما ينجم تجاوب، كيما ينجم يكون سلبي جمله، معناتها كيما ينجم يكون قاسي، رد فعله قاسي برشا. معناتها كنت نحسبها برشا في حكايه هذو بي اي لحد 27 سنه ايوه ما عرفت حتى واحده. بعد في قهوه، في عرفت انسانه بون، هي ما كانتش تقرا معانا، ما كانتش مع الكافيتيريا كانت بعد الفاك، اول مره نشوفها في هذيك. معناتها جيت على اساس حكايه باش تتفوج على محامي كل شيء. معناتها فهمت على برشا حكايات، سالتني على برشا حاجات، فهمت عرفت اللي هي حابه تعمل قضيه في الطلاق وتحب تطلق راجلها ناجح برا اي، وتحب تطلق على برشا حاجات. فهمت الاجراءات شنو تعمل، حاولت اعطيتها مع تعرض، عرفت على محامي باش يسال لها برشا حكايات بالضبط ويعاونها في قضية وفات الطلاق نتاعها. اكيد. وفيك حكايه هيك مع تنهار هذاك، وفيك مشيت على روح مشيت على روح. من بعد ما ثلاث اربع ايام بقى طلبتني في التليفون، معناتها شكرتني، خذتني مرونه عند محامي، شكرتني وفات الحكايه. معناتها ما واضح حبيتش واضح نكبرها، هي مرات اكبر مني بسك 8 سنين، معناتها أكبر منك ب8 سنين. إيه؟ هي اختينا فانسيت، هي 34 هكا. من بعد الناس كيف جاتني شرقه وكلمتها في الليل، حكيت معاها على اساس باش نسالها شنو اللي عملت شنو ما عملتش. علاش معناتها كلمتها الحكايه في الليل انت؟ والله حاجه حويجه، امراه عجبتني معناتها فيزيك ما مالها؟ دونك هاك عجبتني حاجه واجهتك، حويجه. هذه اول مواجهه مع امراه. انا دخلت على اساس باش نسالها على اساس تليق شنو اللي عملت اي كل شيء كان اول مواجهه مع عجبتني. امراه، عندك نيه المواجهه وانت تحكي معاها عندي على اساس باش تسالها على الحكايه الاخرى، اما عندك نيه المواجهه. النيه ديك باهي هكا. قعدنا نحكيو ليلتها، وقعدنا كل يوم نحكيو شويه، معناتها كل يوم نكلمها تكلمني شويه شو عملت شو ما عملتش. تخرجت انا من الفاك نتاعي، بس معناتها من اللي عرفتها قعدت 4 5 اشهر نحكيو ما قابلتهاش جمله. علاش؟ ما نجمش ما نكذبش عليكم، ما عرفتش هي عليها ما شيء انا لا خلتكش هي. تقابله؟ ما قالت، ما كنت جات بريد الزمانات وقتها كل شيء، وبتاع التخرج بتاعي كل شيء كنت معناتها مخي بحط في الزمانات. ما حبيتش. من بعد 5 اشهر قابلتها، فكان 5 اشهر هذيك كبرت حكيتها شوي، معناتها تعلقت بها. اي اول طفله عرفتها في حياتي تعلقت بها. في قابلتها حسيت بحاجات عمري ما حسيتها معناتها، بحكم اني قلت لك ما عملت حتى علاقه قبل. كبرت الحكاية، هي امرأة مطلقة عندها صغير، عندها صغيرة قديش عمره؟ هي عندها صغير عمره وقتها 7 سنين بس. 7 سنين اي اي هكا. كبرت حكايتنا اللي ما عادش كيف نفسرها لك، صاروا معنا برشا حاجات باهيين اللي عمري ما جربتهم، جرب صاروا معها هي معناتها، عملنا برشا كنا كلمة هبلة معناتها. اي حسيت بحاجات عمري ما حسيتها الا معها هي معناتها، اول مرة خاطر نصير معها. بعد صرت لها برشا مشاكل، المرأة صرت لها برشا 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 مشاكل. من مشاكل شو؟ من حكاية من رجلها؟ طليقها، من من طليقها هي ولا؟ من طليقها، ومن منها هي زاد سيرتو، هي مرضت ولت عندها برشا أعصاب معناتها، الأعصاب سيرتو ولت في أدوية الأعصاب. هذا كل جراء إطلاق، جراء مخالفات تطليق، هي مخالفة صاروا لها إطلاق. برشا صاروا لها برشا مشاكل قبل الطلاق وبعد الطلاق معناتها. طبعا وقت انا حبيت مع تمزيتكي تخرجت وما نزلت ما خسرتش خدمه، حبيت نخطبها. قالت لي استنى شويه وقت، حطيتش معناتها اللي يروحوا اخواتها من برا،
معاك ومن طول معرفهم ومن نحاول فيه تفهمني وانا نفهم ناخذ الوقت مع بعضنا اكثر. فهمت الحكايه وقلت اوكي معناتها حتى اخوها حكيت معاه حكيت مع ابوها وعرفت العائله اي كلها قادر احكي مي معاهم. قلت له المده المرض كان ماشي جديد فيها معناتها الاعصاب بتاعها ماشي شو هو متحكم. مرض الاعصاب اللي عندها بالضبط؟ خلينا نتفاهم، هي المراهقة شنو هي بالضبط؟ عندها نوبات متاع ما نعرفش شنو هي، نوبة عصب معناتها ما تتحكمش في أعصابها الجملة، ما شو معناتها؟ تتحكمش شنو هو جملة. الحالة متاعها وقت اللي مثلا تتنرفز ولا اكزاكتومون؟ هستيريا معناتها ما إنسانة حالات تدخل في نفسيته. حالة هستيريا، تولي تكسر تعيط تضرب كان ولا تعمل أي حاجة. في حالتها الطبيعية كيفاش؟ عادية ولا مش عادية؟ لا مش عادية، في حالتها الطبيعية تبدأ تحكي معك أصلا تبدأ تحكي مع الأعصاب، تبدأ تحكي مع الأعصاب. ما تحملش كلمة ولا كلمتين ولا بعضهم، اي معناتها حتى اي اي ولدها كان صغير معناتها يبدأ يلعب ولا ما يتحملش فهمتك، معناتها. واضح به. أكاو صار لها برشا مشاكل، المخالفات تاع معناتها تاع المرض نتاعها تعديلها على بدنها والستريس كل معناتها في الدار هي كامل معناتها الستريس من كل شيء معناتها. وقت قالت لي ما عادش توا حكيت العرس ما عادش نبداها معناتها خلي أنا مع بعضنا حاول تفهم روحك حاول تاخذ قرارك حاول تاخذ قرارك خدمة صح انتي وكل رغم شيء هذا الكل مقتنع بها ولا على الآخر. بيه؟ ياي مرة حبيتها ما نحكيلكش معناتها والله سي عليها. أنا فترة عرفتها وقت عرفتها بعد ما توفى بابا بطول معناتها لقيتها هي سند وهي اللي واقفة معك كل شيء معناتها. بيه؟ ياي كانت علاقتي مع بابا أنا حاجة كبيرة برشا مش هو لقيتها هي بحذايا نستني شوية خرجتني من الغمة اللي كنت عايش فيها. لقيت خدمة قدمت في برشا كوكورات لقيت خدمة تحسنت اموري برشا. حاولت وقتها باش نحول الحكايه اللي كانت معناتها جوست زوز يعرفوا بعض الحكايه رسميه معناتها هاي كانت هي رفضت هي رفضت وقتها قالت علاش لي رفضت؟ سامحني من الموقف نتاعها قالت لي يرجع لأنها ما مريضة نضحكش وإلا ما نضحكش بيا اي قالت علاش؟ لي ما نضحكش بيا قالت لي ما نضحكش بيا قالت لي هذه الكلمه الوحيده اللي قالت لي وقتها قالت لي انا راني مش في نعيشك ومش خليك تعيش مرتاح ومش خليك تعيش فرحان جدا مع الطبيعي. وانت ذلك جيت نقول في كلام تاع مرض تاع حال بتاع في اس غش كان يأس هي كذا اي حاولت نتعديه ونتفاهم وقلت هاني معاه ما يسالش تو بدويه بشويه وقت بالظروف تتحسن تو بي تبدل برشا حاجات ممكن معناتها قعدت معاها بعد الحكايه هذيك كثر سنين كثر هضرتي سنين وانا كل يوم نمني في روحي كل يوم ماني في روحي ما عادش نجبد الحكايه نجبد الحكايه جنب معناتها ما عادش نحب نجبدها قلت خليني مادام هي مش حابه تعرف خليني معاها وكل وصلت قلت لها انت روح هذا للكلى انت سي وصلت الى مرحله انك ما عادش نجم تعيش غير من غير شخصين، عرفت انسان يقول لك مهما اما كانت مرح حالته وحب والا وعشق اي وحب وعشق ومتيم انسان يولي متيم انا وصلت لك الانسان وليت متيم بها المره ذيك مرحله بالحق ما نقص ما هي مقوقة معي وصلت هيك تبدا مريضه في الدار نبدا انا بيت البرة في الكهرباء قدام دارها تسحقش دواء تسحقش حكايات تسحقش اي حاجه نمشي نجيبها لها معناتها البرد وكل شيء معناتها اللي حسيته معها هي حاجه كبيره برشا معناتها والله ممكن تصدق وممكن ما لا تصدقش لا معناتها لا لا انا اش نقول؟ ما انت نقول اللي تحكي فيه صار على برشا ناس، ما انت الحكايه اللي تحكي فيها انت توا صارت على برشا ناس، وفما اللي يحكم عليها يقول حاله طبيعيه وفما اللي يحكم عليها يقول حاله ماهيش طبيعيه، لكن المهم في هذه هي انها تجربه انسانيه اللي عشتها، هي تجربه لازمك تحكيها ولازم نتعلموا منها، فوالا هذا هو. المشكلة ما كنت محمد فيش عرفت اللي كانت هي العصابة وكنت أنا متقلق برشا من برشا حكايات متقلق من تصرفاتها من كلامها كنت ما نحبش نكلمها ما نحبش نزيد عليها كنت كل شيء فهمتك نحط في ايه قلبي ونسكت. بيه ايه ايش رصات من بعد؟ صحيح معناتها فما منهم مرة صار لها برشا مشاكل لكن تعبت هي برشا وأنا تعبت معاها برشا ما تعبت مورالمون معناتها نفسيا بالحق اي تعبت على الاخر حتى خدمتي ولت ما عادش نمشي لها لين وصلت عقبت قعدت عام كامل ما موقوف على خدمتش الخدمه معناتها عام كامل موقوف على في الخدمه جرة المرأة، في جره التعب اللي صار لي تعب جره اللي صار الحكايه لك دي. بيان سور اي حاولت حتى في الحكايه ذيك حاولت ندبر راسي ما حاولتش اخليها معناتها كنت مقري في تلامذة ندبر راسي منه ومنها دبر حتى راسك باش شفتها توتر هي مصروفك باش تعطيها وتعاونها. جعتها لي هي عاونها حتى في دويات هي امورها معناتها عاديه معناتها ما كانت تستحق بحكم دويات كانت تستحق برشا حاجات. ما كان معناتها بعد
جات بليلة نهار قالت لي ما عادش نجم نعطيك في بلوس، كل حد يمشي على روحه، انا تعبت وانت تعبتك معايا، ونشوف فيك قاعد ماشي تتعب، خسرت حياتك وخسرت برشا حاجات في خاطري انا. بعد قرار قالت لي ما عادش نرجع، ونعرفها خاطر هي راسها صحيح، معناتها كلمه كي تقولها ما عادش ترجع فيها جمله. قلت ميساج، قلت خليها، قالت لي معناتها في وقتها قلت بالك غش بالك ستريس كيف كيف، قلت ميساج احسبني كخوك، المهم اعطيني انا نكون معاها حتى كاخو ميساج، فهمتك. هاي المهم ما تخرجهاش من حياتي، المراه هذيك ما نحبش اخرجها من حياتي. معناتها لاقى التصرفات نتاعها ماشي وتقسى اكثر معايا، اعطيها شوف الانسان هذا يخرج من حياتها باي طريقه. نتيجة الحالة المرضية اللي تعيش فيها. راهو انت فاهم هذا ولا ماكش فاهم؟ عارف كنت ولا فاهم، كنت متفهم، ايه؟ كنت متفهم الشيء هذا، وكنت ديما نقلها للعذار بتاعها. اي معناتها صاروا لي برشا حكايات كنت نسكت عليها وما نحبش نتكلم، معناتها وصلت انا سي عليه قلت لك عاب توقفت على الخدمه 24 طونسيون طلعت لي، ولا عندي القلب معناتها الدم اللي يطلع لي، معناتها اي قلت لك ادويه تونسيون الدم بيان سور. اي معناتها 24 دم طبيبه في حاره، معناتها ديريكت بعثت لي ليرجونس، قالت لي ما عادش نورمالمون واحد ما يسلكهاش في 24. بالحق، معناتها قالت لي 24 ديريكت جلطه، قالت لي ما تقعدش تستنى، معناتها صاروا لي فك العام هذاك اللي قعدت فيه انا وقوف على الخدمه والتعب اللي صار لنا والحكايات، صاروا لي برشا مضاعفات بي خايبه. ايش معناتها صار من تطورات من بعد؟ بعد لقى تصرفات بتاعها ماشي تقسى عليا، ماشي وتتصرف حاجات ما عرفتش كيف تفسرها، معناتها كانت قاسيه على الاخر معايا. معناتها ليه خليت انا ديسيزيون، قلت ما عادش اكلمها ما يسالش، خليها هي تاخذ وقت وينتهي باه الموضوع. تديها هاي ربي، بي تاخذ هي وقت طبيعي كي يديها ربي وترجع. معناتها كنت نمني في روحي اليوم، قلت تو غدو يتكلمني، تو غدو تكلمني، تو غدو تو شهر الجاي تكلمني، تو شهر شيء يتعدى شهر شهرين ثلاثة أربعة، عام عامين ثلاثة أربعة هكاك ماشيين، تو وصلنا 7 سنين بس. المرأة دي مرأة شنو انتو سبع سبع سنين سنين تو، أنا ملي بس 6 سنين معناتها 6 سنين ما وشوي، معناتها ملي اتقطعت أخباري وأخبارها، معناتها ما عادش لا نعرف عليها حتى انت شيء. متزوج أنا توا ولا فاسيلمون انت متزوج توا لا ولا لا ما عرستش؟ ما عرستش، ما نجمتش، مش ما نجمتش بالحق، مشيت ايه ديبسيك سامحني يعني مشيت المراويني المراويني. ما نعرف عليها حتى شيء، ما حبيتش نعرف عليها، مش نجم انا لا بعيد، حبيت تعرف ولا ما حبيتش؟ انا من داخل نحب نعرف، وعرفتك العقل يقول ما تعرفش والقلب يقول لك عارف، وانا نجم فاسيمون نجم نعرف عليها كل شيء بالوقت شنو تعمل شنو صار اي لها، فوالا عرفت ما عرفتش، اكزاكتومون. اي انا ما حبيتش من داخل العقل يقول لي ليه صحيح حاجه انا لازم تخرج منها، انت حتى علاش تمشي عملت هيك؟ للسيكياتر. انت علاش عملت هيك؟ انا صاروا لي بعدها برشا حاجات، معناتها عرفت الانسان ما حبش يخرج، ما يجبش نخرج من عرفت الوضع اللي بنات كنت عايش اخرين فيه، بعدها؟ عرفت من بعد وظلمت برشا بنات، يعني ظلمت بالحق، ظلمت برشا معايا، وصلت عرفت طفلة معناتها تبارك الله، معناتها ثقافة فيزيك ولا واحد عليها معناتها كاملة، معناتها معناتها ما حبيتش نحكي لها شنو اللي صار لي، معناتها جيت تقول لي احكي لي ما حبيتش نحكي، قول لها راني عادت عليك بحاجة فاشلة وفات الحكاية، ما حبيتش نحكي اللي صار وفات الحكاية وفات الحكاية، كنت نغدر ما كنتش نغدر لها هي قدامي، كنت نغدر اللي كانت معايا. انت سامحني بربي في السؤال، علاش قعدت 6 سنين ما كلمتهاش؟ هي اختارت البعد، انا صحيح تعبت وهي ما كي نتذكر انا التصرفات بتاعها معايا ايش عملت بعد وشنو اللي عملته معايا، وانا شنو اللي عملته معاها وما غزرتش بيه شيء هذاك، ننقم ساعات على روحي وعندي سؤال آخر، انت علاش ما خديتش امرأة أخرى؟ خاطر ما نجمش نخرج، ما نجمش ننساها، ما نجمش امرأة مازلت نحبها لتو، ايه مازلت ممكن نحبها انك على الاخر، تلقاها وعندك الامكانيات انك تلقاها وتعرف هذا ما تحب الزادة؟ لان نعرف هي نعرف هي ما تنجمش سيرتو ولدها كبر وولدها، انت ايش تحب انت؟ ايش تحب انا الزادة؟ ريت والله نحب برشا حاجات، نحب ننساها ونطول نحب نرجع لها، ونطول عرفت نحب نعاتبها اللوم علاش عملت فيها هكا، ونطول نحب نشوف تنجم حياتي تاخذ امرأة عارف أخرى مش أنت ولا تنجم تاخذ امرأة ولا ما تنجمش؟ والله ماذا بيا، هذيك مشكلتي تو انا معناتها صاروا لي برشا مشاكل مع امي، تقول لي 38 تو بريسك ولاش حبيت تشوف حياتك، لا حبيت وقيت اي بيان سور. معناتها سورتو معناتها موظف اطار باهي معناتها سالير باهي قدر قيمه في كل شيء معناتها متوفر لي، معناتها تقول لي شاوري ناقصك، ما انا ديما نحاول نتهرب منها الحكايه، نتهرب
وليت تعالت انا امي كانت وليت قابلها امي المرة هذه نهار من النهارات وتلقاها ما زالت ما خذتش راجل، وتعرض ولا تعرضك بالصدفة ولا انت تسعى باش تلقاها؟ مش تنجم تعمل. فهو هي عمرها توفيت كارت كات و كان قال نعرف. كان قال حاضرة وتحب تعاود حياتها معايا. انا ديريكت ما نقولش شيء معناتها، انت علاش ما حكيت لي يهمنيش حد الحكاية شيء. هذه؟ انا حكيت على حاجة بركة، حكيت فما خاطر اللي عشت وانا ما يحبوش يعيش، وصرتو ما يحبو ما يحب حتى حد يعيش حاجة اللي عشتها انا. تشبع للي لكن عشت. تقعد تتمني في روحك، تمني في روحك او تتصلح او يتبدل او يرجع او كل شيء، يتعدى عام واثنين ثلاثه تلقى روحك خسرت حياتك، خسرت 5 6 7 سنين من حياتك على حكايات ما كانتش تستحق. لكن تقعد تمني في روحك هذيك اخي بحاجه انت اللي مرتاح عايشه توا انا. ولا مش مرتاح؟ مانيش مرتاح جمله سي علي، نمشي توا للبسيكياتر، نمشي شو يقول نعمل لك لي سيونس شو معناتها يقول لك البسيكياتر؟ يقول لي الحل والربط. عملت معناتها يقول لك بلاصه كسوسونت ولا كسوسون اي دي شي يقول لك بسي؟ سيونس معناتها، يقول لي الحل معناتها بعد كل شيء. قال لي انت ما تحبش تخرجها من مخك، انت ما تحبش تخرجها من حياتك. اعطاك دي تريتمون؟ اعطاني معناتها وصلت ناخذ في الاكزوميل، وفي الاكزامين الاخر معناتها باش الاكزوميل باش ترقد مع انت وباش ترتاح ما نعادش نجم ما عادش يعطي في فين بتاعه الاكزوميل معناتها. هي برا ما خليت حتى شيء، تاخذ الكعبه ما ترقد في تاخذش الليل ولا الحبوش مخر برشا، وقتاش؟ ما 9 ساعتين ما 3 حتى انا كنا نبدا تعبره. ما تريد ريت كنت خلوني نحط راسي في المخدة نذكرها. ايه تو قرارك شنو انت بالضبط؟ قراري ما عنديش قرار، انا انسان عرفت انسانك عاش تجربة حتمت له باهي. حياته كان بحق. نقلب السؤال، لو كان لوجت عليها ولقيتها ولقيتها معرسة وعلى ذمة راجل وعندها صغار أخرين، ترتاح ولا ما ما حبيت ترتاحش؟ على ذلك انا ما حبيتش نعملها، ما حبيتش ناخذ شوك اخر، خاطر ما حبيتش ناخذ شوك اخر. وكل سايبتني انا باش نمشي معناتها عملت لي عله اللي هي ما عادش تنجم تعطيني بيوس اللي ميزه كل شيء، باش نمشي تشوف حياتها مع انسان اخر ولا رجعت لطريقها. أنت ما زلت هذيك ما حبيتش تحبها، ما زلت تحبها على الاخر، على الاخر وما تنجمش تعيش من غيرها، فوق ما تصور برا لوج التو عليها، معناتها. برا لوج عليها. ومن بعد كانت شقاها معرفه ولا حكايه شلون شكون معناتها بالحق. على ذيك أنت نخمم في ثاني مشكلة وتعرف عليها ولا ما تعرفش عليها؟ فما مشكلة. أما على الأقل كي تكون النتيجة سلبية على الأقل تسكر الموضوع ديفينيتيفمون، بوتيتر تنجم تخرج منها أكثر من اللي أنت قاعد هك، خاطر باش وليت حتى يستمر لو الموضوع ممكن كان هذا. جات النتيجة سلبية ما نجمش نخرج منها، لكن ما نجمش نسكر الموضوع. لا هو امرأة توا ما تسكرش، أنت ما قابلتهاش وما ريتهاش وما حكيتش معاها والموضوع مازال مستمر، الخاف لا يكمل 10 سنين ولا 15 سنة هك، وأنت هو قاعد تضيع في الوقت في المفروض الفارغ. تو مش ألور هو ألور نقترح عليك تاكل شوك أخرى، كيما نقول واحد ياكل بنية أخرى، ها يزيد يترهوش بالكدا ومن بعد يقوم لاباس ستار وكاو. انا هذا الشيء، سينو باش تقعد تدور في حلقه مفرغه نتاع عاود 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 بوري وتخسر عمرك كامل معناتها. انا حبيت تخرج منه شيء، هذا ايه تعبت برشا انا بيته اعطيتك معايا. الحل باش تخرج منه. اي فوالا، انا اولا انت يكونوا بنات اخرين ضحايا الساعه هذيك وانت المشكلة. ضحيه، وانت ضحيه معليش، وقف الطياره ذي. انا جو بونس هكا، ان وانت شاء الله تقول هما كما زاد كنت تعرف. يسامحوني، خاطر سيرتو حتى كذبت عليهم، عرفت من قمة وصلت بريد القمة تاع السي، كذبت عليهم. حبيت حاولت نرجع الغلط نتاع المرأة اللي حبيتها فيهم هما. ماهوش اسمع اسمع، اللي عملته نعرف هذا اللي بدون نعرف معنى ما عنده حتى سونس. نعرف 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 بتأثر حالتك النفسية، لذتك في أنك تعيش محاولة انتقام وتحاول تبرر وتحاول انك تلقى تفسير، خاطر انت ما لقيتش تفسير يا ولدي. القى تفسير، شوفها المرة هذه وين وصلت، شوفها انت ما تخسر شيء، حاول 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 بالك تقطعها من مخك. داكور دو إن شاء سيدي. الله سيدي بارك إن الله شاء الله. فيك، شكرا لك على المشاركة معنا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، ميرسي بوكو. ما زلت معكم من نص الليل حتى الماضي ساعتين نتاع